بحضراتكم مرة تانية، ومعانا النهاردة نجمة من نجمات الأهلي لكن في رياضة مختلفة شوية، هي الباليه المائي زي ما كلنا شفنا دلوقتي في التقرير. هنعرف تفاصيلها، مشوارها، اللعبة دي فيها إيه بالظبط، تشرح لنا أكتر عن كل حاجة. بس خلينا نرحب فيها بالبداية ملك إياد، لاعبة الباليه المائي بالنادي الأهلي. يا صباح الخير. صباح النور. منورانا ومنورة الدنيا كلها. ميرسي. أنتِ بتعملي أو بتمارسي رياضة جميلة جدا وصعبة جدا، تبان للي بيتفرج عليها ان هي سهله، لكن في حقيقه الامر لا، مش سهله. فعايز اعرف منك ايه صعوبات الرياضه دي بالتحديد؟ مبدئيا احنا رياضتنا صعبه قوي لانه محتاج 8 بنات يعملوا نفس الحركه في نفس الوقت بالظبط. طب فبيبقى كده التمرين محتاج يبقى كل بنت بتعمل كل حاجه اكيرت جدا، وكمان لازم الحركه نفسها تكون طالعه من نفس البوزيشن بالظبط، فعشان كده رياضتنا صعبه. ممكن اطلب تعلي صوتك بس شويه؟ اوكي. يعني انا عارفه طبعا ان احنا صوتنا باي ديفولت عالي احنا مذيعين، لكن يعني حاولي بس تعلي صوتك شويه. اوكي اوكي. المفروض يعني ان كلنا نعمل نفس الحركه في نفس الوقت، فعشان كده رياضتنا صعبه، وفي نفس الوقت بنقعد عدد ساعات تمرين كتير قوي. مفيش اي رياضه بتقعد عدد ساعات تمرين ده، وكمان ما بناخدش غير اجازه، يعني يوم واحد اجازه في الاسبوع. رياضات كتير قوي بتاخد مثلا يومين او كده، احنا بناخد يوم واحد، فبحس عشان كده رياضتنا صعبه قوي يعني. طب هو ازاي ده؟ سؤال فضولي يعني، ازاي بتبقوا تحت الميه وبتعملوا نفس الحركات زي ما انت بتقولي في نفس الثانيه، وده اللي بيتقاس عليها كمان يعني الارقام، فازاي ده بيحصل تمرين؟ المفروض بيكون في حاجه اسمها اندر ووتر، بيكون تحت الميه، بيشغل ميوزك تحت المايه، وعلى اساسها بنعد، بنعمل كاونت معين على ميوزك دي، وكلنا بنعد بنفس الريتم او بنفس الكاونت، فعشان كده كلنا بنعمل في نفس الوقت. يعني مش بالضروره تكونوا بتلمحوا بعض، لا، انتوا مظبوطين طبقا للموسيقى اللي انتوا متمرنين عليها بالظبط. وتحت المايه اكيد بنبص على بعض. كان في مره كان في مسابقه من مسابقات الفريق المصري، مش عارف هل هو منتخب ولا فريق احد الانديه، كانوا عملوا يعني استعراض اكتر من رائع على موسيقى شرقيه، كانوا بملايات تقريبا. أيوة، اول حاجه بالاول، وبعد كده نزلوا عملوا شو رائع يعني. ايوه، دي كانت بطوله هايلايت، اللي هو كل بلد بتقدم الفولكلور بتاعها بالظبط. فساعتها مصر عملت حته الموسيقى الشرقيه اللي هو الحاجه اللي بيلبسوها دي، وساعتها كان الاستعراض كان حلو قوي يعني، كل الناس كانت كل الناس اتبسطت جدا. واللينك بتاع الاستعراض ده اتشير بشكل فظيع بالظبط. صح، ودي بقى فكره ربط الرياضه بالسياحه اللي احنا دايما بناكد عليها كل مره. طيب ملك، خليني اروح معاكي في البدايه كده، انت ابتديتي باليه مائي وانت عندك كام سنه، وايه اللي بعد كده منتظرينه او احنا يعني ان شاء الله هتقدميه الفتره اللي جايه؟ اوكي، انا ابتديت وانا عندي 5 سنين، وانا دلوقتي في منتخب اللي هو طالع اولمبياد طوكيو 2021. بس هو ده اللي انا بحضره، ومع النادي بقى انا دلوقتي عندنا بطوله جمهوريه، وقبليها في بطوله كاس مصر المفروض تبقى في شهر 10 او 11 لسه مش عارفين، وبطوله الجمهوريه عامه بتبقى في شهر 1 او 2. ودي اول مشاركه ليكي في دوره اولمبيه ولا شاركتي قبل كده؟ دي اول مشاركه. طب وايه بقى؟ طبعا فخوره ومبسوطه وحاسه ان انا حققت حلمي يعني، هو لسه بس انا حاسه ان انا في مشواري ان انا خلاص اكون وصلت للتارجت اللي انا عايزاها. طيب قولي لي يعني غير التدريب، لان طبعا اصلا يعني الفكره كلها ان الفتره اللي فاتت كان في توقف علشان كورونا وغيره، فغير التدريب ان انتوا ترجعوا طبعا تبقى في كثافه في التدريب، انت ايه اللي بتعمليه حاجه اكسترا علشان برضو تحسني من قدراتك علشان الفتره اللي جايه والسباقات اللي احنا بنتكلم عنها؟ انا كنت بتمرن اونلاين دايما وقت الكورونا، ما وقفتش تمرين خالص، وكنت بتمرن مع نفسي في البيت، كنت مثلا بدور على تمارين اونلاين اقعد اعملها، حاجات محتاجه اقويها مثلا عملتها. استفدت بالوقت اللي انا قعدته في البيت ده ان انا اقوي الويك بوينتس بتاعتي، عشان لما ارجع اكون خلاص انا عندي ويك بوينتس ثانيه محتاجه تتصلح، فانا اوريدي صلحت حاجات في البيت. حلو جدا. جميل. كنت بتقولي في وسط اجابتك على السؤال اللي فات ان مفيش رياضه بيتمرنوا فيها يعني بالمده دي، فانا عايز اعرف منك بتتمرنوا كل يوم قد ايه؟ وعايز اعرف منك في ضوء الحاجات الكتير ده، انت رصيتي لنا شويه بطولات كتير اللي هو كانت اخرها الدوره الاولمبيه، فازاي بتعرفي توازني ما بين مثلا الدراسه وما بين التمرينات وما بين اكيد في التزامات اجتماعيه يعني، اصدقاء، اهل، قرايب؟ هو مبدئيا كده احنا بنتمرن من 5 لـ6 ساعات كل يوم. كل يوم؟ ست ساعات؟ بس يعني دلوقتي طبعا عشان الكورونا فمش بنتمرن بنفس الكثافه دي، بنتمرن مثلا 2 أو 3 ماكسيمم،
بس في الأوقات الطبيعية من 5 لـ6 ساعات. التمرينة بتكون مقسومة حاجات كتيرة، يعني مش بس ان احنا بنعمل بالية. الأول بنعوم تمرينة عوم مثلا ساعتين، بعدين بنبتدي نعمل حاجات البالية، بعدين بنشغل ميوزك ونعمل حاجات عن ميوزك كده، وبعد كده بيكون في فتنس كمان اكسترا مثلا ساعة ونص او ساعتين. فتقريبا اليوم بيبقى عبارة عن تمرين وجنبه شوية حاجات تانية صغيرة. الدراسة بقى مع التمرين، يعني بنذاكر بقى في العربية، بذاكر وانا في يعني العربية يعني مثلا وانا رايحة التمرين تلاقيني فاتحة كتاب فاهمة وبذاكر. مفيش وقت يعني بجد للدرجات دي التمرين بيبقى واخد كل الوقت، لانه التمرين لوحده 6 ساعات ونوم ونوم غير السنيوم على كده بالظبط. لانه مثلا لو احنا بنرجع من المدرسة 2:30 مثلا، فالتمرين بيكون 5، فهو يا دوبك تلحق ترجع تاكل تعمل هوم ورك مثلا او تعمل حاجات اللي ناقصه وبعدين تنزل على التمرين على طول. نرجع مثلا الساعه 10 بالليل نكمل مثلا بقيه الحاجات ونتعشى وننام. على ذكر ترجع تاكل، الاكل اكيد انتوا كمان بشكل استثنائي، يعني مفيش ذره مساحه لاي زياده في الوزن، فبتتعاملي ازاي في التفصيله دي؟ هو انا أكلك انا عن نفسي يعني عمري ما عملت دايت او عمري ما عملت حاجه اكسترا في الاكل. مفيش تعملي كده يعني. بس دايما يعني الناس اللي هم بيبقوا عندهم مشكله في الميزان بيروحوا النيوتريشنست بتعمل بتديهم اكل معين ياكلوه، مثلا حاجات مشويه، حاجات خضار اكتر، فاكهه اكتر، ما يبقاش فيها حاجات كاربوهيدرات كتيره، ما يبقاش في حاجات مقليه. ايوه بس ازاي بتسيطروا؟ يعني القصه كلها ان الواحد احنا كبشر نفسك بتروح لحاجات، ازاي انتوا بتحافظوا؟ قولوا لنا عشان نعمل زيكم يا جماعه. بس الفكره انه لما بتكوني حاطه تارجت في دماغك فبتكوني اللي هو ايه، لا انا هركز قوي ان انا اوصل له، فاللي هو مش هبوظ عشان عايز اكل مثلا مكرونه بشاميل مثلا او عايز اكل بانيه. هو ممكن حد ما يلعبش مثلا او مش هقول يطرد بس يتوقف فتره لو زاد وزنه، يعني هل ده ممكن يحصل؟ مش من الميزان يعني، لانه يعني في حاجات تانية ممكن الواحد يطرد عشانها من التمرين او يتوقف، بس مش عشان وزنه كتير. مش عشان وزنه زي ده، مش شرط ان هو ياثر الا لو كان يعني باين بشكل في منتخب او حاجه. يعني مثلا في اختبارات المنتخب لازم يكون وزنك معين وطولك معين وكده، لكن اعتقد في النادي مش حاجه اساسيه قوي انه تتوقفي عشان ميزانك وحش. وسط رحلتك مع البطولات اللي انت شاركتي فيها والالقاب اللي اكيد شاركتي في الحصول عليها، مفيش ذكرى معينه ما تتنسيش في بطولة من البطولات، في تمرين من التمرينات، وقع كده يعني لازقة في الذهن؟ في 2019 أنا طلعت بطولة العالم بتاعت كوريا اللي كانت في كوريا في شهر 7. عمري ما هنسى فقرة لما طلعنا ومستنيين الدرجات وكده، واللي هو كلنا واقفين متحمسين قوي، وفي الآخر بجد طلع لنا درجات تحفة. اللحظة دي عمري ما هنساها، يعني دي أكتر حاجة كانت محمسة، يعني بسطت منها لأنه السنة كانت صعبة جدا، وفي الآخر كل الدرجات كده حسيت قد إيه إن هو التمرين اللي عملته ده كله في الآخر بقى جالي حاجة كويسة يعني. بس طيب ملك، يعني مين أكتر دولة الباليه المائي فيها يعني واخد بطولات أو الرانكينجز إزاي؟ روسيا طبعا. روسيا فيرست بليس على طول في كل الايفنتس. ده من قديم الازل هم مسيطرين على الموضوع ده من اول تقريبا 2004. طب اشمعنى يعني ليه تحديدا روسيا طول السنين دي هي اللي مسيطره؟ هم طف قوي في التمرين، وهم كمان عندهم الدراسه مش بتاخد وقت زينا، يعني احنا مثلا ما ينفعش ندرس اونلاين، احنا لازم نروح المدرسه، لازم اتند في المدرسه، عندنا هوم وركس، عندنا دروس، عندنا كده. هما ممكن يعملوا الدراسه تكون وقت صغير قوي والتمرين بقيته اكتر بكتير، فعشان كده هما عندهم وقت كتير قوي يتمرنوا اكتر مننا. غير بقى طبعا ان هما بيكونوا عندهم مكان معين قاعدين فيه على طول بيتمرنوا فيه، كامب مثلا او مكان معين فيه بسين وفيه مكان يباتوا فيه كده. احنا طبعا لازم نيجي من بيتنا عقبال ما نيجي من المشوار نروح المدرسه، الكلام ده كله، فكل ده بيأثر. ومع ذلك احنا مع كل الحاجات اللي هي بالنسبه لنا اوبستكلز دي، احنا كويسين ومحققين حاجات وبنطلع بطولات كتيره. فهو الفكره بس ان احنا محتاجين شويه دعم من وزاره التربيه والتعليم، مثلا انه لو مثلا حد عنده مشكله في امتحان او حاجه ياجلوه، لو حد عنده مثلا بطوله مع امتحان ما فيهاش حاجه لو اتاجل، ما فيهاش حاجه لو اتغير سنه كده يعني. بس طب احكي لنا بقى يا ملك عن الصور اللي احنا شايفينها. ده كنا في بطولة 2018 في بودابست، كنا قابلنا السفير، كنا لما قابلنا السفير ده. هنا كنت في بطولة 2019 في جوانجو في كوريا، هنا كنا في أول كامب
عندنا في النادي كنا اول كامب نطلعه كان في الغردقه. ده كان هنا من كام سنه؟ كان تقريبا 2016 او 2015. كان 2016 او 2017 هنا في بطوله 2018 كانت بطوله جونيورز في بودابست. ده مين اللي بيعمل؟ بصي السؤال يعني معلش بس هو مين بيعمل الميك اب وبيعمل التسريحه دي؟ هو الشعر عامه احنا يعني بنعمله لبعض عامه، بنبط كحكه كده لبعض، والميك اب برضو في عندنا بنت معانا في المنتخب هي اللي بتعمله لنا عشان هي شاطره وكده فبتعمل لنا كل ده. بس برضو السؤال ازاي بتنزلوا تعوموا بالميك اب؟ يعني على فكره دي اسئله انا من عندي من زمان كنت بشوف البطولات بجد والله بقى مش لقطه ايه خدتي بالك، والمكياج اللي ما بيدوبش مع الميه ده بتجيبوه من فين؟ لا بجد والله ده كان سؤال دايما، لان بالين مائي غير السباحه لازم يحطوا ميك اب معين، رسمه عين معينه. احنا بنجيب ميك اب ووتر بروف عامه، كل الميك اب بتاعنا ووتر بروف، وبعدين بقى بنحاول نكبر الايلاينر قوي عشان يبان في الميه، نحط بلاشر كتير كده. تمام. الصور اللي بقى ده كان شو في نادي اهلي الجزيره، بعد لما جبنا تاني في التيم في بطوله الجمهوريه عملنا شو في نادي اهلي الجزيره، ده هنا برضو في 2018. انت يعني فتاة رياضية ومش مجرد رياضية بشكل عادي كمان، لا ده انت بتشاركي في البطولات ويعني متفوقة رياضيا ان شاء الله، يعني عن قريب كده لما نسمع عنك خبر حلو باذن الله. لازم يكون رياضي ولا مش بالضرورة؟ لا مش بالضرورة، يعني انا شايفة ان النجاح في كل حاجة، يعني انا ممكن انجح في الرياضة، ممكن انجح في الدراسة، ممكن انجح. لا انا قصدي من زاوية ثانية، ان هو ممكن يبقى متقبل ان انت ممكن تبقي عندك كل يوم تمرين بست سبع ساعات ومسافرة ثلاث اسابيع طوكيو في الدورة الفلانية وراجعة من اسبانيا في البطولة العلانية، مش كل الناس ممكن تتقبل النوع ده من الامور. عمرك فكرتي في الحدوتة دي؟ لا ما يعني بسرعة مش بفكر فيها كده، على قد ما بفكر فيها ان انا دي حاجه بتبسطني، وطالما حاجه بتبسطني فانا بعملها، وات ايفر بقى هو ازاي مش هيكون في وقت، او ازاي هيكون في حاجات يعني مش كل حاجه واخده حقها في الحياه عامه. بس هي دي برضو من الرياضات زيها زي السباحه وكذا رياضه ثانيه، بتحسي ان السيدات بصفه خاصه بيقفوا عند مرحله معينه وما بيستمروش في الرياضه دي لاسباب مختلفه، يعني جزء منها ليه علاقه بالثقافه بشكل عام، فانت رؤيتك ايه للموضوع ده؟ انا شايفه يعني انه بره مصر عامه كل الناس بتكمل لحد سن كبير جدا، يعني مثلا اول بالظبط، يعني مثلا بطله العالم اللي هي روسيا دي عندها 40 سنه ومكمله لحد دلوقتي، وكنا نازلين معاها في بطوله في 2019، يعني انا 2002 وهي عندها 40 سنه واحنا الاثنين بنكمبيت في نفس الكومبيتيشن. فحاسه ان هو مش عشان سنك بقى كبير او حاجه ده مش معناه انك توقف، بالعكس انت ممكن توقف علشان انت خلاص انت استكفيت من كل حاجه في الرياضه دي، مش عندك حاجه ثانيه تديها فساعتها بتوقف، بس مش السن اللي يخليك توقف. تخيلت اصلي ان الى جانب يعني اللي هو الاسباب الثقافيه اللي انا بكلمك عليها دي، ممكن يبقى في مثلا سن معين الليونه بتقل القدره على ان انت تعملي حركات معينه ما تقدريش تعمليها بعد كده، ده اللي انا كنت متخيله يعني. يعني برضو هنا عندنا في مصر في ثقافه فكره انه بالين مائي فهو مثلا بعد اول اولمبياد خلاص كده انت المفروض خلاص ما عندكش حاجه ثانيه تعملها، بس مش شايفه كده بصراحه. انا شايفه انه كل ما الواحد بيتمرن وكل ما واحد بيبقى عنده حاجات يديها اكتر ومتحمس اكتر بيكمل حتى لو سنه كبير. يعني أنا متفقة معاكي، لأن فعلا يا كريم إحنا عندنا فكرة ثقافتنا مش كلنا يعني معظم الناس بعنده 40 سنة يقول لك خلاص مش قادر أطلع السلم. أيوة. السن إيه؟ أنت عندك 40 سنة إحنا اللي بنعمل ده في نفسنا، إحنا اللي بنصدق إن إحنا كبرنا، وده مش حقيقي. يعني ممكن تلاقي حد، يعني إحنا شفنا فيديوهات على السوشيال ميديا كتير وسيدات مش هقول كمان رجال عندها مثلا كانت تقريبا آخر فيديو شفته كان 75 سنة وبتشيل حديد يمكن أنا وأنت ما نعرفش إن نعملها. الموضوع كله فعلا انت اراده وفي نفس الوقت يبقى بتتمرن، التمرين هو اساس كل حاجه. بصي هو فاضل دقيقه على الوقت، بس انا عايزه اسالك بقى في اخر دقيقه ده عن مستقبل الباليه المائي في مصر، يعني انت شايفه ايه اللي بينقصه عشان نبقى من اولى الدول كمان في هذه الرياضه، ولو حتى هنتكلم منافسه بروسيا؟ يعني احنا ناقص بس ان احنا يكون عندنا بسين لوحدنا،
يعني مثلا احنا كمنتخب احنا ما عندناش بسين نتمرن فيه لوحدنا، بس نروح مثلا نادي معين نروح نتمرن فيه، احنا ما عندناش الاوبشن ده. كمان يكون مثلا عندنا لينا ساوند سيستم بتاعنا لوحدنا. الدعم عامه، الدعم حتى لو بالكلام، يعني لو بالدعم المعنوي اكتر من الدعم المادي. انت بس لو دعمتينا اكتر من كده وحسستينا ان احنا لعبه موجوده مش بس ان احنا كده وخلاص، هيكون ده احسن بكتير. جميل، انت شرفتينا ونورتينا ملك اياد لاعبه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي بيكي عن قريب وانت راجعه بقى من الدوره الاولمبيه ومحمله بالميداليات ان شاء الله. جدا.